وهناك فريق عمل في وزارة التربية والتعليم يوميا يتابع المدارس الحكومية والخاصة فيما يتعلق بحضور وغياب. نحن يوميا نوفر باصات ل 600 عدد 665 حافلة تنقل 37 ألف طالب. أن نتيح الفرصة لأبنائكم الطلبة وأبنائنا أن لا ينقطعوا عن التعليم. رجعنا أكثر من 129 100 تقريبا و29 في العام الدراسي الماضي كانوا بيكونون خارج أسوار المدارس. 38% من مدارس مملكة البحرين لذوي الاحتياجات الخاصة. أصبح عندنا قاعدة من النظام الإلكتروني المتطور، إنشاء مدارس جديدة في كافة المحافظات حسب الحاجة وحسب النمو السكاني وعمر المدارس الموجودة. لا يدخل كلية المعلمين من مجموعة أقل من 80%. يعني الآن احنا مصنفين في بيئة تشمل الدول المتقدمة، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ذات الأداء العالي. عندنا 6 مواضيع جديدة الآن سوف تدخل في كتبنا الدراسية، تتكلم عن ضمن النهج الدراسي عن الذكاء الاصطناعي، عن كثير الابتكار الإبداع، وهذه كلها جهود بذلت للتطوير، والتطوير ليس له حد وليس له يعني مد أو جزر.